بلا فنجان ويا غربة البن مكسى غربة الأوطان ويا رشفة الحزن يا نكه بلا فنجان واحنا مع الوقت في سفرة ورا سفرة يا غربة البن يكفينا أخبار وأسفار تغنينا كل المطارات تعرفنا إلا الوطن صار نفسنا يا غربة البن يكفينا أخبار وأسفار تغنينا كل المطارات تعرفنا إلا الوطن صار نفسنا حبيبة خيالي فرج الكربة هو الشوق والذكريات ولمة الصحبة هو الشوق والذكريات ولمة الصحبة أظن اليمن يا درر والنغمة هالعذبة يا هلا القريو سهلا يا بنتي سهلا قاجب خيره الغايب حقته معه يا بنتي يكون معذور معه شغل مش هو بس كثير مغتربين مروحوش ما لا سهلا لا ما روحش السنة ذي شي روح اللي بعده السنة الثاني هيسا ابعدك يا بنت حق الناس اختي اهلا احنا اهلا
معلش يا اختي نوريا. والله اني شكلي بياس. انيسة خذ عليك حق الناس. شكرا شو عده؟ اديني. ها. انيسة بطلي بركشة بحق الناس. عادي مفتوح من عندي. والله اني رسالة من مسعود شكلي. اديني ماذا ستقرأ؟ اقرأ انت، اقرأ انت. ما تعرفش تقرأ نوريا. اقرأ. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نوريا كم أشتاق لك وأحن. الله 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 الله، يقول كلام ما شاء الله على مسعود. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأعد الأيام والليالي إلى أن أعود، لكن عملي لم يستقر وكنت أبغى. ماذا بلغت عني كلمة أبغى؟ يعني قد يرطن، يعني خلي أبغى يعني أريد. أدانو. ما شاء الله عليك يا مسعود، والله كلام يا مسعود. لكن من أن أرد وكنت أبغى أن أرد، يعني أرجع. خبر مسعود. ولكن منعني من المجيء عدم تحقيق هدفي الذي سافرت واغتربت من أجله، وقد وجدت عملا أفضل من اللي بدأت معه. بيجيبوا لنا راتب ساعة الناس، يعني عاد شيء الخير إن شاء الله تعالى. وأعود لك بالخير كما عاد منصور سعيد. ذكر اذكر دحين الناس كلها تشكون كما منصور سعيد إلا أنت. بالخير على أهله والقرية كلها. زوجتي الحبيبة. أصد نوري يا مشنتي. يا نور عيني وفؤادي، وقد أرسلت لك فلوس. الله الله، ما أحب هذا الولد. في الظرف الآخر، ولعمتي منها جزء، وحذاري حذاري أدي مرتين، حذاري حذاري أن يزهد عمي مرزوق بالبيس اللي أديتها لعمتي. صدق يا مو بخبر. لا صدقش، ما قال شكاه. لا والله انه قال ابوه. ما لا ما ادري، مكتوب. ها ما شك كثير. هو مكتوب حذاري حذاري حامو ذاري، يحذر منك، والثالثة من عندي. الله الله، ما اخصه هذا الولد. يا على شراوي الجمر يا مسعود. رجع يا عم. انا ارجع. واذا خرج لا تراجعنه. هيا بفرقين خاطركم. من سيك. واحمد الله كثيرا. كم صدقي يابا السلام العالي شيء أبرد قلبي. وبينك طلعة نزلة طلعة نزلة طلعة نزلة للمديرية ولا قرية المفرق. مو بينك أدور بعد زوجي وبعد قاتل أبي. أيوة، من اللي قتل أبي يا قاسم؟ مو بينك أنت يا هبال. خليل. من هو خليل؟ خليل قتل أبي. مو بينك خليل. خليل هذا احنا ندور انا ونا، ولا خلينا مكان احنا ندور خليل. اين تدوروا انتوا راقدين؟ انا اللي ادور. اني اشتمسكوا الدوله، اشتمسكوا الدوله. وبعدين ما احناش جالسين، احنا جالسين احنا ندور عليه. خلاص انت زعي روحي، واحناش ندور عليه. انت روحي، عيب. ما فيش مكان في يدورين واحنا جالسين نسني ما ندور. يلا روحي. اصا قزع انت، قزع وانت روحي. وقد رسلت لكم مصروف وفلوسا منها سددوا جزءا من قيمة دين حافظ. وقد رسلت لكم الهدايا، وسامحينا أن الهدايا قليلة. قليلة هذه كل الهدايا؟ سامحينا هذا ما غلق سنة. زوجتي الحبيبة، إنني أنتظر بفارغ الصبر طفلنا أو طفلتنا التي لم تأتي. وجدان قالوا أبي. ولسني ظن من حق الشعب. زوجتي الحبيبة، أعدك أن أعود بموسم البن القادم بإذن الله تعالى. زوجك المحب مسعود المرزوق. زوجتي الحبيبة، لفي لدى القيام، سلموا لي على مسعود وقولوا له يسلم حق الكباش من عند دوبة. أنا ما اشتيش من عبدكم حاجة، معلش بحاجة عبدكم. هي الأقلام. هذا مو هو
هذا مسعود شقيس بس قليل بياس حقيبي الساق. انا اديتو ريال فرنس واشتي حقي فرنس، انتو دارين فرنس غير ارتفع سعره. ناي شو هذه الان؟ وهو لما يجي من الموسم الثاني حق البون شي يسدد لك حقك. وانا عاد نقص راعيله بعد لما نوريا ما تجي شي تدي بياس. نوريا ولد؟ ولد ولا مش ولد؟ هذا انا ابن عمه، لكن انا بصرا اليومتين هذيك انا الا مطيق. انا اسال حليمه مرات اخوك محفوظ على خلطه، وانت شو تعرف ليش ما تطيقكش؟ الله يجزو خير مسعود ولا ينسينا. الدالي الذي فحمه ايش تلبسه؟ انا ما البسهاش. هدي هدي شدي انا بي شي بس مرزوق مرزوق. وني وني موني مش تديري لما ولاد بصر مسعود ها مو قبل نوريا الثياب والعطور. شوف ما شاء الله ما شاء الله والله انه حلاء. الله يرحمك يما. هذا مو هذا حق قاسم. هذا حنوط. حنوط قصدي بس مو مدري ما يقول له اقرا. مرخ حق الشعر. ها مش لك قاسم. هذا الغسول. هات شخص سلبوه. انا مش تديلي يا عبد الوكيل لما ولاد شديلي قريش وهقيش. قريش ولا طحين؟ قريش ولا طحين. القريش والطحين رمز الخير رمز العطاء. ما شاش خيرك عشان خير مسعود لنورية. انا بصلي على النبي صلي عليه عليه الصلاة والسلام. الحاجة هذه من الخليج مش من هنا. من الخليج ولا من المحيط؟ تجيبه من عين ما تجيبه. الشبح عطر مثل حق نورية واشته من حق هذا المرق حق الشعر وهذه الثياب واشته هندو لبني اشتي حق الكثير. شديلك عيوني ملاه شديلك عيوني ولكن قال لي شخرق الهكبة حق الطاحو وسرح اديلك اللي تشاهد هي سرح. انت القلب وانت الروح وانت الفؤاد. لا شي فؤادك ولا شي روحك ولا شي عينك الشاب الخير مسعود نورية. يا الله يا الله يا الله هي يا الله ما تشتقي من حالك. الانق فيز اديليك هذا معي فيزع. ما معي غيري فيزع. شي يقول اسرح على سلامتك يا حق القلب يا حق الروح والفؤاد. الحمد لله على سلامتك. إن كنت إن كنت قفلت الطاحون وشرحت التولي كلا التعب حرم دورت مناصف العدة ما خليتش بقعة مناصف العدة. قالك يخلي العبد ولده. ما شاش والله ما تشاش. ما بديت هذيك أمرتي تلك أدى تلك مؤس. قالوا أبو نقطة قلت لهم ما شاش النقط كلهن عندي بالبيت. الله محلائك مؤس هذا المؤس بنيح. وديت لك منقى أبو شمكة. وديت لك تفاح التفاح مليء والله ملح للولا. وديت لك أخضر للقاهي وديته للقاهي أخضر. وديت أزرق وديت أصفر وديت مشخطة ومخطة. وهذا للجاهل والله. سعليك تبي راسه. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله نحلقه حلقه من حلمه. خلاص كفاية شكحفو. ما شاء الله ما شاء الله حلقة سمينة أجل الله من الشيطان الرجل. وهذا حق مين؟ حقك. وهذا حقك الثاني. ما شاء الله أنيسة جابت اثنين توائم. ما شاء الله ما شاء الله الطاحن ما يعمل من عمى واحد دقيق واحد قريش. ما شاء الله لك الحمد يا رب.
لك الحمد والشكر. ايوه هذا اللي اسميهم اللي واحد حامي وواحد شاكر. حمد وشكر لك يا رب. وحامد وشاكر اشتنفسهم بنفس الهندول. ها؟ أنا بس بالقلوب. ما يصبرش ابني يتنفسهم بنفس الهندول. خلاص يطرحنهم ساعة بساعة، ساعة الحامي وساعة الشاكر. عبد الوكيل. والله العظيم. لو ما تسرح تجيب هندول تاني لابنك التاني. والله شفلت لك البيت والقوها. يعني ساعة. يما لحظة. سمعكن؟ سمعكن. ايش تطرحوا؟ عند امه. وامه ماسكة ذا؟ يما امسكي امسكي. يا الله يا الله. يا الله. يا عاطف. شفتوا نشوان قمر مثل امه. الله يحفظه لك يا بنت عمي. الله يحفظك يا ناديه. سلمي سلمي. الله يسلمك. وانت ما قبلنكش عيالي ولا امه؟ لا مو ما شاء الله عليهم قماره مثل امهم. الله يحفظك. هذه شخبيها بس شكل اختي ذي قلنيه. سبحان الله والهرم. سامحيني يا نوريا ما عاد ساكن شفع لك اكل. كمل علي البهارات يا اختي. مو من بهارات سهل ذا الحين الاربعين حق انيسه ولا حق نوريا؟ التنتين. لكن من يولد اول؟ من يولد قبل الثاني؟ حليمه انا سلامك. سامحوني يا خواتي ما بوش معي. مرت مغترب وما بوش معي. ويجيتك بفلوس الدنيا كلها يا حليمة. ليش حافظ شي يخلي لك حاجة؟ ما شاء الله ما نشوان كل يوم يزداد حلاوة. سلمي الله يحفظك. كيف؟ ولا عليك وعيالك ما شاء الله قمارة. تفضلي تفضلي. الله يحفظك. جلسي 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 جلسي. ما شاء الله. أمه سوقت مصر سعيدة جاء. سوقت مصر جاء. خرجي كل الكعك وكل الشرب كل العصير كل القهوة كل حاجة. كمل كل شيء العصير والكعك. يعني كيف؟ أبقى قرطهن. ولا بقى حاجة؟ ولا حاجة. طيب كيف تسوي؟ ادعي 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 عبد الوكيل. ادعي عبد الوكيل يجيب كل حاجة قهوة وكعك وكل شيء. يا بنتي ارحمي زوجيك كثرتوا على الطلبات. هذه زوجة منصور سعيد وزوجة ناصر. ابصر كده بهن. ابصر كده يا بهن. كيف اني؟ تحيف تحيف. مرضى يا ابني مرضى يا ابني. اني قلت لك ستحين ما تسجريش.
يا حق انت قلتيني قولي شو قري. انا قلت لك عشان طحين 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 مش قري. لا وانا اليه راجعوا. انت قلتيني قولي شو؟ لا لا تطحنين عشان عند الله عندي قطعتيني طح. بس دوني ما زالت ما زالت انا عشان طحيناني الشايفه حقي جاوع. وعبد الوكيل وعبد الوكيل ها نعم. الله الله ما احبه هذا الولد. هات هات يسرع افتح الذحيه. مو حقمه كيف ما هو؟ اقول لك النسوه جاوعت هاوعت ما معهنش ولا حاجه كمل كل شيء زلج. لما جاوعه؟ احنا اديت لها ندينا على عددين على عدد النسوان حق القرى كلها. الله الله ما اكرهوه ما ابلدوه الصبال. اقول لك ما عابش حاجه خزا خزا شيء كل وجيهنا الناس هذوم احفاد مرجو. صد يا الله احنا احفاد مرجو أحمد مرزوق خسروني كثير قد دفعت فلوس أكثر من حق الولاء. يعني كيف أبو تزبني حقي ويجز علي؟ يا عم أنا خسرت كثير مع معيش بيا. وأنيسة لحظة يا عم هبو ما تبنيش عقل هي ما هذا الزمن الأغباء. تمام دحين ولا عشي حق دخان ولا خلاص لا ندخن ما استوظفش الماكينة. وأنيسة لا مالك يا بنتي زعلانة؟ زعلانة على مسعود ما قاش شيرقع شيرقع. احمدي الله يا اختي عاد انت زوجك مسافر. انا اللي زوجي رح ولا رجع ولا دريت انه هارب ولا اخوتي عملوا بوشي. مش تزعل تحمد الله زوجي مغترب. ابصركو حريم المغتربين أبصركوا فساتين هين أبصرك الذهب منهم نلونا تقولي لابسة الذهب كله حق المحل فوقه. مو ذا مو ذا مو ذا اللي بيدي مو ذا ذهب هذا قراقر. أحمد الله يا أختي زوجك عندك ما شوش يسرح يغترب. والله من قني خازي من النسوة يسرح عبد الوكيل اليوم المدينة ويجيب لك ما حقين الفساتين وحقين الذهب وحقين الفضة وحقين القشاقش. أنا ما شاش حاجة أشتو يرجع. مال هذه الهبلة مو بينك هبلة مو يرجع يعمل يطحن. بصري بصري النسوان المغتربين عقول معاهن دحين لو مسعود مش مغترب شو يكون معك هذه الملابس شو يكون معك هذه الفساتين والفضة والقشاقش. وبعدين مو فقعك هي إلا سنة وش يرجع. لا موسم البن الثاني وقاموا هنا وش تقنوا البن سوا وش تتخارقوا وتخارقونا معاكم هلا سنة وش تقزع كم الريح. منصور سعيد أجا يا أهل القرية. منصور سعيد وصل منصور سعيد منصور سعيد يا وين وين هيلا شبصر منصور سعيد مش سهل المقتربين وصلوا الحاجات الحاجات مش يخربوا هم مش يخربها بسرعة الحال هنيجا يا اهل القريه واه يا اهل القريه اخوه اسر مغتربين اللي معه قريب اللي معه حبيب اللي معه مغترب يقفز عند عاقل يستلم الرساله حقه هيا والذي ما معه مغترب وقف على منصور سعيد ندي له هديه هديه وانت ما معك اجري عند عاقل ما انتش حاصل لك مشاط ولا مقاص اجري هيا قيام نمر حوشة صوت طابور طابور الرجال هنا والنساء هنا ياسين عليهم ياسين ياسين عليهم ياسين بعدين بعدين زوجات عبد القاسم زوجات عبد القاسم ما معك ناجي عبدو قائد هات هاتوا عاقل هاتوها ها عمير انت لك اهل التنك هذا والتنك الثاني نو عمولة لمو عاقل اكلنا على منصور سعيد يمدي لنا بلاش البلك انت العمى والدراج ملو حقابط وسيلة فين وسيلة بياس ماشي قاس عمولة الله معك الحقة حورية حقه مو
ياد ألف مرة وين يقول لك هذه سلعة سلعة مو عمل بو. كلمي ابنك ما تكلمينيش أنا، هاتي اشتري منك هاتي. جيب لها ابني لبان لبان نصمين علشان يطلع الشعر. ياسين عليها ياسين. يلا ماهي نوريا، فين نوريا؟ نوريا مرات مسعود المرزوق. شو صيحنا شو صيحنا؟ سريع سريع يا نوريا. عباس كبير الرسمة مش معه حاجة. أنا حليمة مو تعمل هنا. قلت واقية بصير لو محفوظ رسل لنا شي ولا شي. يا أنا شي رح تجيك ولا حاجة نقدر موجود. أنا ما أخش معانا الأسبوع اللي جسم في الطابور. يلا روحي. إيه مش وقتك يا بني. سترك سترك يلا. وين مسعود؟ أرسل لك رسالة عند العاقل، العاقل لو ساعي صيح باسمك هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا نوريا؟ والله وحشتينا، ونشوان والكل وحشنا اللي عادنا ما شفتوش خالص. سامحينا والله العظيم إني كنت متحرك، أقسم بالله العظيم. واسألي منصور سعيد، أجيت لعنده وأنا قد كنت متحرك وكنت محمل شي نطيء وكل حاجة، ولكن لو تدري بالقصة اللي حصلت. أنا شاقول لك الحكاية ما فيها. أنا لما سافرت ووصلت هناك السنة الأولى أنا ما حصلت الشغل، خرجت من الشغل الأول اللي كنت به أنا وناصر ودورت شغل وحصلت. اشتغلت حارس مزرعة وطباخ للعمال الهنود، وكانت حالتي حالة، وأنا كنت مصمم أني أحقق هدفي من الغربة. السنة اللي غبت عنك مش قليل، قبلت أني اشتغل عادي. أنا بقول لك إيش السبب اللي خلاني ما سافرش. بعد فضل الله عز وجل وفضل البن اللي رسلتي، أجاءوا ضيوف من الحبشة أقرباء عمنا وطعموا البن جيننو، وهم تجار معهم شركة بن وقهوة، وفرحوا وعمنا فرح. وبدل ما كنت طباخ شغلني معهم بشركة القهوة متذوق، ورقاني ترقية حلوة، وجلست أشتغل معاهم السنة كامل الحمد لله. شفت إن أموري سبرة. يوم ما أنا مسافر تخيلي أصحاب العمل حلفوا علي مسافر، وكل ما أقول لهم طلب قالوا على طول، لكن أنا اشترطت عليهم ما بقدر أشتغل معاهم إلا سنتين. عادك شتأخر سنتين يا مسعود. زعلتي؟ أنا داري إنك زعلتي. افهمينا، اصبري علي، لازم نحقق هدفنا. تخيلي عرضوا علي راتب قسما بالله ما يستلمه منصور زايد. الفلوس اللي بنحصلها كثير. أنا أشتي أبني بيتنا ذا روحي وارجع، وارسل لك السنة الجاية فلوس تشتروا أرض وتبني بيت أحسن من الأولى، واشتي أعمل مشروع محترم، واشتي أطور زراعة البون. لو تشوفي كم يحصلون من البون. معلش، الله يحفظك ويحفظ نشوان. اصبري علي. وبالنسبة لدين حافظ، رسلتوا مبلغ الدين كامل، سددوا ورجعتي البصيرة، وإن شاء الله ما تحتاجي لحاجة. وفي الختام أشتيك تردي لي الرسالة بشريط، أنا سجلت لك بشريط عشان ما حد يقرأ رسائلي، وأشتي تسجلي لي صوتك وصوت نشوان أسمعهم بأذني. أنا شليت لك المسجلة عشان كذا. رسلي لي بالصور حق نشوان والشريط والفطير مع منصور سعيد، وأنا إن شاء الله ما يجي موسم البون القادم إلا وأنا عنديك. نقطف البن أنا وانتي يدي بيديك. ولا تقلق
ولو باب الأمل مغلق كذا الدنيا تموت أحلام ولكن غيرها تخلق فلا عمر الوجع دايم ولا عمر الحزن دايم ولا به شر بالمطلق ولا به خير بالمطلق ولا تقلق حبيبي تعرف ان الهم اذا توزع على قلبين اذا تضعف من النسمة ويبقى ملاي معنى وتعرف تتعب الخطوة اذا دارت على دربين بقرب خطوتك مني وخلي الحب جمعنا حبيبي العمر ما يقدر يعلمنا الجفا والبين وصوت الهجر ما يعرف طريق على ما سمعنا تعال انت وانا نسري نسيمات الفرح بين حبيبي لذة البسمات اسمى من مدى معنا فلا اسوار تمنعنا ولا احزان توجعنا واذا من الامل معنا فلا تقلق ولا تقلق ولو باب الامل